لا لا ما اتجوزش أربعة ولا حاجة، بس الناس هنا في القرية من عاداتهم تعدد الزوجات، بيتجوزوا كتير، وفي ناس بتوصل لعشرة وخمستاشر زوجة، بس العادي اتنين أو تلاتة. الأجيال الجديدة بقى زوجة واحدة، معرفش ايه اللي خربتوا الدنيا خلاص. مساء الفل احلى ناس في الكون. النهارده بنشوف القبائل في افريقيا عايشه ازاي، ومن ضمن القبائل اللي قعدنا ندور عليها وجبناها هي قبيله الداتوجو اللي احنا موجودين فيها دي، ودي قبيله منقسمه من المصاي، اشهر قبائل ايست افريكا او افريقيا الشرقيه. هنعيش معاهم هنا الاجواء ونتفرج على عاداتهم وتقاليدهم وكل حاجه بيعملوها، فما تفوتوش حاجه من الفيديو ده، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك وادونا واحد لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو. من اشهر الحاجات اللي بتعملها القبيله دي هي الاكسسوارز او الحاجات اللي بيحطوها في وشهم، سواء تاتو، سواء حاجه معينه، سواء الحلقان اللي بيحطوها في ودنهم. كل الستات هنا عامله الكلام دون، والديزاين بتاع اللبس بتاعهم مختلف كتير عن اللبس بتاع المصاي. يعني المصاي بيلبسوا اللي انا لابسه دون رجاله وستات، هنا لا الرجاله بس اللي بيلبسوا كده، والستات ليهم لبس تاني، دريس تاني خالص، واكسسوارز كتير جدا 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 جدا. دي دورة بيتحموها ازاي؟ هم عايشين على كده، على دورة بيعملوا اجالي وعلى الحيوانات اللي بيرعوها بره. لو في مطارات الدنيا مفيش مشاكل، الدنيا بتبقى تانية، مفيش ده قصة تانية بقى، بيطلعوا الجبل عشان يلاقوا زرع. طيب الناس دي ملهاش مكان ثابت، يعني هم بانيين بيوت بسيطة جدا زي اللي ورايا دي، وبيتحركوا من مكان لمكان لمكان على حسب العشب عامل ازاي، على حسب المية في مية ولا لا، ويبدأوا يتحركوا. زمان كانوا بيتحركوا هم الرجالة والستات دايما بيتحركوا سوا، دلوقتي الوضع اختلف شوية، الرجالة بقت تتحرك أكتر وأبعد، يعني ممكن يخشوا الغابة اللي هناك دي، ممكن يطلعوا الجبل دون يدوروا على أكل والراعي للأغنام بتاعتهم لو مفيش في القرية، ويسيبوا ستاتهم في نفس المكان أو يتحركوا حركة أقل وأبطأ شوية. لكن الحكومة هي السبب في الموضوع ده، لأن الحكومة رفضت أن الأطفال الصغيرة ما تروحش المدارس، ودي حركة قوية جدا وحركة ذكية جدا، أن الأطفال الصغيرة لما تبدأ تروح المدارس بيتغيروا من الكالتشرز أو الثقافة اللي هم تربوا عليها، بتتغير طبيعي مع الوقت، لأن هم دماغهم اتفتحت أكتر، شافوا أكتر، عرفوا أكتر، فيبدأوا العادات نقدر نقول البسيطة البدائية تتغير واحدة واحدة للتطور، وده حاجة كويسة ليهم هم قبل ما تكون للبلد اللي هم منها. فلو التطور بدأ
وبدأوا يتعلموا أكتر وبدأوا يدرسوا أكتر وبدأوا يعملوا بيوت أحسن وأنظف ومتطورة عن كده. بدأوا يعيشوا في كوميونيتي أقرب من بعض، يعني بدأوا يعيشوا مع بعض أكتر، بدأوا يتجمعوا في المدن حيث الخدمات، المستشفيات، مدارس، فيتطوروا أسرع وأحسن ويعيشوا حياة أحلى كمان من اللي هم عايشينها. هم طبعا عايشين في وسط الطبيعة وكل حاجة كويسة، لكن كخدمات مفيش خدمات، مستشفيات، مدارس، كل حاجة مش موجودة. خلونا ناخدكم لفة سريعة في القرية نفسها، هي يعني مش قادر أقول عليها قرية لأن هم عايشين في حتة متفرقة، يعني احنا جينا هنا روحنا قبلها بشوية مكان تاني برضو 3-4 بيوت وهكذا يا مو. تمام، فخلونا نلف كده. ده بيت، دول بيتين في ظهر بعض تقريبا، دخلنا واحد منهم وده التاني. بسيط جدا، بصوا دي ترابيزه مثلا، بيربوا بقى فراخ، ودي عشه الفراخ جنبه. سيو سيو سيو، بصوا هنا بقى الجمال ده. حسن عايشين حياة بسيطة جدا. الرجالة بقى بيعملوا الرماح زي الراجل الطيب ده، بصوا بيعمل الرمح. ايه this for defense. ها اجيب ولا موت اني موت موتيش 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 موتيش. ايه نيجي موت ديانج بيانج. ايه جي موت ديانج يا موت. عايز حاجة برضو، حتى الرجالة بيحطوا الاكسسوارات بتاعتهم، يعني بيرضوا بيفتحوا ودنهم زيهم، يعملوا تاتوز على وشهم وعلى ايديهم. بص بيحمي الرمح على حجر. موت موتيش موت موتيش يوم الطبيعي جامباس يوم الطموت. سألنا الراجل الطيب ده، لو حصل مشكلة ما بينك أو اتنين اختلفوا ايه الوضع؟ هيعملوا ايه؟ هيروحوا لمين؟ هيروحوا المحكمة ولا هيروحوا فين؟ فاسمعوا قال ايه. After that they can say you are wrong and they can judge me. Maybe they can kill my cow. See, this is fine. Okay. Yeah, yeah, yeah. This is to punish you. Yeah, to if punish you are me. Fault, yeah, yeah, yeah. You can kill your cow. Yeah, yeah. And who is gonna if you are younger, if you are young people. If he don't have something to judge, also they can cut a piece of tree and bite him. Oh, okay. We don't need. Don't do that again. Don't do that again. Yeah. That's very nice. Yeah. Yeah. Don't bring people to the police and the. No. حبيت في الفيديو دون أوريكم الحياة البدائية البسيطة في إفريقيا عموما. إفريقيا معظمها قبائل ومعظمها ناس عايشة في الغابات زي ما شفنا النهاردة. الفيديو اللي فات كان قبيلة عايشة على الصيد بس، والوحيدة في تنزانيا كلها اللي واخدة تصريح الصيد مفتوح بس للأكل، وهم كمان كانوا بيصادوا بس للأكل. لما شاور لهم على حاجة ما بياكلوهاش يقولي لا ما بناكلهاش، فمش هينفع نصطاد. القبيلة هنا عايشة على الرعي زي المصايب بالظبط، عايشة على الرعي، عايشة على الزرع، فلو ما فيش زرع ما فيش مية، بيبدأوا يتحركوا من مكان لمكان لمكان. الحياة في إفريقيا بسيطة جدا ويعني أبسط مما تتخيل. أماكن كتير ما فيهاش طرق، أماكن كتير ما فيهاش مية، أماكن كتير عايشة بس على أبار المية حتى جنب المدن الكبيرة. مش صعب جدا ان انت توصل للكرة دي في افريقيا، سهل جدا 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 ان انت توصل لها، لكن محدش بيفكر انه يزور الكرة دي. كل حد بيجي افريقيا بيروح بس على الاماكن السياحية المعروفة، لكن لما انت تمشي اكتر وتغوص في البلاد وتوصل لحياة الناس في الكرة نفسها، هو ده الحلو. الحكومات بتدفع الكرة أو الناس اللي عايشة في قبائل
بره المدن ان هم يعيشوا في المدن. ساعات بينجحوا وساعات ما بينجحوش، لكن الكالتشرز بتاعتهم او الثقافات بتاعتهم بتحتم عليهم ان هم يلتزموا بحاجات معينه كتير. ده اللي حبيت اقوله لكم النهارده في الفيديو بتاع النهارده، ان احنا نلمس اكتر حياه الناس بتاعت اهل البلد اللي بره المدن، اللي هم عايشين حياه ابسط مما فيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، هو سهل وبسيط وسيمبل وصغير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وسيبوا لي في الكومنت رايكم، وهل حد كان يتخيل ان ممكن يعيش حياه بسيطه زي كده في مكان في الغابه من غير ميه، من غير اي حاجه، ممكن على ابار الميه، او حتى الابار الميه بتبقى صعبه. سيبوا لي رايكم في الكومنت تحت، وما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك وشير، وخليكم معانا. سيو لا ما اتجوزتش اربعه ولا حاجه. كاباسي الاربعه اللي احنا كنا عندهم دول كلهم متجوزين راجل واحد بس، موجود على بره.